يشربوا الماء وفي الليل يمكن لهم ياخذوا يبغوا القاعده كيف قلنا يقول عندهم واحد الاكل نقي ما فيش نواه تسمى ونقص السكريات يمكن لهم ياكلوا يبغى لهم خطرهم وانما كيف نقول لهم بقاعده كذلك اكل لحوم كما نقول لحوم طبيعيه اللي ناكل السمك يمكن لهم ياكلوا الدجاج وان هذا الشيء ماشي لهم الخضار والسوائل وكنلح على السوائل ونقصوا من السكر ونقصوا من المواد تسمى بزاف وكذلك ما ينساوش الرياضه المشي 30 دقيقه يوميا او 45 دقيقة كل ثلاثة أيام أو ساعتين في الأسبوع. المشي كي يحمي الجسم وكي يمكن ليه يتنقى من المواد السامة. هذا هو المهم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.